قد وصلنا في شرح المقدمات السنوسية للإمام أبي عبد الله السنوسي رضي الله تعالى عنه بهذا الشرح المختصر لسيدي أبي إسحاق السرقسطي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الله تبارك وتعالى. كان الدرس الماضي في المقدمة الثالثة وهي في أنواع الشرك، وأنواع الشرك ستة: شرك الاستقلال وهو شرك المجوس، وشرك التبعيض وهو شرك النصارى، وشرك التقريب وهو عبادة غير الله تعالى كشرك متقدمي الجاهلية، وشرك التقليد وهو عبادة غير الله تعالى تبعا للغير كشرك متأخري الجاهلية، وشرك الأسباب كشرك الفلاسفة والطبائعيين ومن تبعهم على ذلك، وشرك الأغراض هو العمل لغير الله تعالى. هذه هي الأنواع الستة. ثم شرع رضي الله تعالى عنه يذكر أحكام هذه الأنواع الستة، فذكر حكما واحدا يشترك فيه أربعة، وهي الأربعة الأول، يعني الأربعة الأول التي هي شرك الاستقلال والتبعيض والتقريب والتقليد. هذه الأربعة حكمها كفر بالإجماع. ثم قدم حكم النوع السادس على الخامس، لأن النوع السادس حكمه معصية من غير كفر بإجماع، أما الخامس فيحتاج الكلام فيه إلى تفصيل، فلذلك أخره فقال: وحكم الخامس التفصيل، فمن قال بالأسباب العادية إنها تؤثر بطبعها فقد حكي الإجماع على كفره، ومن قال إنها تؤثر بقوة أودعها الله فيها فهو فاسق ومبتدع وفي كفره قولا. إلى هنا أكون قد ختم المقدمة الثالثة، ويأتي الآن الشرح والتفصيل، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى ندخل في المقدمة الرابعة. يلا يا شيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال المصنف والشيخ رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومهما وبعلوم شيخنا في الدارين، آمين. ولما فرغ من الكلام على أنواع الشرك شرع يفصل ما يلزم منه الكفر وما لا يلزم، فقال: وحكم الأربعة الأول، مراده بالأربعة الأول كفر الاستقلال وكفر التبعيد وكفر التقريب وكفر التقليد. والأول بضم همزة الألف جمع أول. نعم. الكفر بإجماع يعني باتفاق، يعني لا خلاف بين علماء العقائد والتوحيد في أن الأربعة الأولى حكمها كفر بإجماع، أي يخرج من الملة. وكذا الإجماع أيضا على كفر من لم يكفر أحدا من النصارى واليهود وكل من فرق دين المسلمين. يعني يريد أن يقول لك في مسألة مهمة، وهي نحكم بأن هذه الأنواع كفر التي هي شرك المجوس وشرك النصارى
وشرك الجاهليتين الأولى الجاهلية المتقدمة والجاهلية المتأخرة. إذن حكى الإجماع أيضا على كفر من لم يكفر أحدا من النصارى أو من اليهود مثلا أو من المجوس أو من كل من خالف ملة الإسلام. ما المراد بأننا نحكم بكفرهم؟ أي نعتقد ذلك، لأنه إذا لم نعتقد كفر النصارى وكفر اليهود والمجوس والملل كلها المخالفة للإسلام، ومعنى هذا أننا أمام أحد أمرين، إما أن تكون هي حق والإسلام باطل والعياذ بالله، أو أن يكون كل منهما حق. وهذا إيه؟ الأولى طبعا اعتقاد أن الإسلام هو الباطل، هذا يعني أشد كفرا وأشد شركا. والثانية اعتقاد أن هذه الملل حق ينافي ما جاء به القرآن، يبقى يلزم من هذا تكذيب القرآن، لأن القرآن حكم عليها بالكفر. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كذلك حكم الله تعالى بكفر اليهود والمجوس. فإذا لم تعتقد كفرهم يبقى معنى هذا أنك مكذب للقرآن، ويلزم من ذلك تكذيب الإسلام، وأنت مصدق به فقد جمعت بين متناقضين. فهذا فلأجل هذا يقول: وكذا الإجماع على كفر من لم يكفر. المقصود بالتكفير هنا اعتقاد أنهم كفار، وهذا لا ينافي التعايش السلمي والمودة بيننا وبينهم والبر إليهم والقسط والتعاون معهم، وكذلك تهنئتهم أو زيارتهم أو عيادة مريضهم أو الإحسان إليهم، كل هذا من باب الإحسان ومن باب حق الجار، ومن باب إظهار محاسن الدين الإسلامي، بل ومن باب دعوتهم إلى هذا الدين وتحبيبهم فيه. فهذا ليس منهيا عنهم، لأن مسألة الحكم بكفرهم مسألة قلبية اعتقادية لا يترتب عليها قتالهم أو طردهم من البلاد أو يعني ظلمهم أو أخذ حقوقهم أو مقاطعتهم أو عدم البر إليهم، كل هذا يخالف تعاليم الإسلام وتعاليم الشريعة السمحة، لأن الله تعالى يقول في كتابه العزيز: لا ينهاكم الله، يعني لا ينهانا الله عن برهم ومودتهم والإحسان إليهم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصدوا إليهم إن الله يحب المقصد. إذن فلا مانع من التعايش السلمي والبر والتجارة والبيع والشراء حتى الزواج، ليس هناك مانع، كل ما في الأمر الممنوع هو أن تعتقد أنهم على حق، وهذا أمر اعتقادي قلبي لا يترتب عليه شيء في الواقع، إلا في حالة أنهم حالفوا الأعداء أو حرضوا على المسلمين أو خانوا الدولة، في هذه الحالة يجب أن نعاملهم بالمثل. في الآية التي بعدها:
إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دير أن تبروهم، يعني لا تبروهم ولا تقصدوا إليهم، لأنهم قاتلونا وظاهروا على إيه؟ إخراجنا، وممنوع أن إيه؟ أن نتولاهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذن فأحكام الشريعة وأحكام الدين واضحة، هناك فرق بين الأمور الاعتقادية وبين المعاملات، واضح؟ يلا شو. وكذا الإجماع أيضا على كفرنا لم يكفر أحدا من النصارى واليهود وكل من فرق دين الإسلام. يعني وخص اليهود والنصارى ليه؟ هو المفروض أننا نكفر كل من خالف دين الإسلام، كل، يعني ليس خصوص النصارى واليهود، كل البوذيين، الكونفوشيوسيون، السيخ، كفار الديانات التي في الهند أو في الصين أو في الشرق أو في الغرب، كل ما يخالف الإسلام يكون إيه؟ كفرا. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن لماذا خص اليهود والنصارى؟ لأنهم أهل كتاب. وربما يفهم من أنهم أهل كتاب أو عندهم شريعة أنهم على حق. نعم، كانوا على حق عندما بعث إليهم أنبياؤهم، وكان شريعتهم صحيحة، وكان دينهم حق قبل التبديل والتحريف والنسخ. حتى على فرض أن دينهم لم يحرف ولم يبدل وبقي كما هو، فيكون أيضا باطلا حتى لو بقي كما هو. ليه؟ لأنه ببعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نسخت كل الملل والشرائع، وهذا قاله من صاحب الجوهر عندما قال ونسخ شرعه ونسخ شرع غيره بشرعه أجز وما في ذا له من غض، ونسخ بعض شرعه بالبعض جائز. نعم، إذن بمجرد ظهور الإسلام أصبحت كل الملل والشرائع في حكم القوانين الملغية، اتلغت خلاص. وحتى هناك قاعدة أصولية معروفة: شرع من قبلنا، شرع لنا ما لم يرد ناسخ. نعم. وكذا الإجماع أيضا على كفر من لم يكفر أحدا من النصارى واليهود وكل من فرق دين المسلمين. من النصارى واليهود والمجوس والذين أشركوا والوثنيون كله. يعني إذا لو سئلت من هو الكافر، من هو الكافر، بماذا تجيب؟ قل غير المسلم بس، فقط غير المسلم، أو كل من ليس مسلما يكون كافرا، خلاص. بدل ما تقعد تكتب ثلاث صفحات في الإجابة، اكتب كلمة واحدة فقط: غير المسلم. أو توقف في تكفيرهم أو شك. قال القاضي أبو بكر البغدادي: يعني لا يجوز، لا يجوز قطعا أن تعتقد عدم كفرهم، أو أن تتوقف، أو أن تشك، لأن الشك في كفرهم شك في صحة دينك، فلا تشك ولا تتوقف ولا تتردد.
ولكن ليس معنى هذا أنك إذا قابلت يهوديا أو مسيحيا تقول له أنت كافر، لا، هذا مسألة اعتقاد قلبي، تعتقد ذلك في نفسك. فإن سألك خلاص، يعني لو سألك مثلا هل أنا كافر، ليس أو لست ملزما بالرد عليه، ممكن لا تجيب. أما إن أجبت فلا بد أن تقول الحق ولو كان إيه، ولو كان مرا. الخوارج كانوا يكفرون الناس بالذنوب ويعتقدون أن هذا من القربات، ويكفرون كل من يخالفهم. ففي مرة من المرات التقوا بمين؟ بالإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، وكانوا يعتقدون كفر أبي حنيفة، فأمسكوا به وقالوا له لا بد أن تتوب من الكفر، يعني فإن لم تتب نقتلك. كانوا يعتقدون أن هذا يعني أمر من الدين. فقال لهم أنا تائب، لم يقل تبت، أنا تائب، يعني شأنه أنا تائب من كل كفر. ففرحوا بإيه؟ بهذه الكلمة وأطلقوا إيه؟ صراحة. فقال بعضهم لبعض إنه يقول ذلك ويقصد الكفر الذي أنتم عليه، يعني يقول لكم أنا تائب إلى الله تعالى من كل كفر أنتم عليه. فاسترابوا في الأمر وطلبوا أن يعود إليهم، أرجعوه مرة أخرى. فقال له شيخهم أو كبيرهم أنت عندما قلت أنا تائب إلى الله تعالى من كل كفر أنت تقصد الكفر الذي نحن عليه، لأنك تعتقد كفرنا. فسكت وقال له هل تقول هذا بعلم أو بظن؟ يعني هل أنت تقول هذا بعلم ولا بظن؟ قال بل بظن. قال إن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وطالما أن الظن إثم والإثم معصية والمعصية ذنب والذنوب كلها عندكم كبائر والذنوب عندكم مكفرة، إذن فأنت قد أقررت على نفسك بالكفر، فعليك أن تتوب أنت إلى الله من الكفر. فقال له أشهد أنك على حق وأننا كنا في ضلال مبين. يعني هو بيقول له هذا أنت تقصد، قال هذا ظن والظن إثم، إذن أنت ارتكبت معصية، أسأت الظن، وبناء على مذهبك أن الذنوب كلها كبائر والذنوب كلها مكفرة، يعني أنت إذن كافر، فعليك أن تتوب من الكفر. الله شاء. قال القاضي أبو بكر الباقلاني لأن التوقف والشك لا يجوز مع الإجماع على كفرهم. يعني طالما في إجماع ولا يجوز أن تتوقف، لكن معنى هذا المراد الاعتقاد فقط، وليس المراد أنك تكتب في الصحافة أو في الإعلام أو تقول لهم إذ، لا ليس هذا، بدليل أن الله تعالى لما جاء في سورة الكافرون ماذا قال؟ لكم دينكم ولي دين. لكن شوف الخطاب في الأول، قل يا أيها الكافرون، يعني الوصف صريح، هو يعتقد كفرك، هو نفسه لا يتردد في أنك كافر، فكيف تتردد أنت؟ خلاص أنت تكفرني وأنا أكفر، خلاص يعني انتهى الأمر، يعني أنا لم أعتدي عليك وأنت لم تعتدي، نفس الأمر متعادل،
أنا أعتقد ذلك وأنت تعتقد، والحساب عند الله، الله هو الذي يحاسبني ويحاسبك. أنا لا أعتقد كفرك وأنا أحاسبك عليه، بل يحاسبك عليه الذي خلقك. المهم أنت لا دخل لك فيما أعتقد، وأنا لا دخل لي فيما تعتقد. واضح؟ يلا. لأن التوقف والشك لا يجوز مع الإجماع على كفرهم، فمن توقف في ذلك فقد كذب النص. والتوقف والشك فيه لا يقع في ذلك. يعني إذن المشكلة في إيه؟ في أن ذلك سيعود عليك بأنك مكذب للنص. والتوقف والشك فيه لا يقع، يعني التوقف والشك أو تكذيب النص لا يقع إلا من كافر. وحكم السادس، يعني بالسادس شرك الأغراض، وهو العمل لغير الله تعالى. المعصية، يعني مخالفة الأمر الشرعي من غير كفر. لأن الأمر الشرعي، ما هو الأمر الشرعي هنا؟ فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك، هذا هو الأمر أو النهي، لا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن فالسادس كان معصية لأن فيه مخالفة للشرع، لأن الشرع أمرنا بأن نخلص العبادة لله وحده، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فلا يجوز أن نعبد الله تعالى وأن نشرك معه في أعمالنا غيره. فالله تعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري فهو لشريكه. من غير كفر يعني شرك بالإجماع يتعلق بآخر الكلام، وهو من غير كفر يعني باتفاق من الأمة، يعني كل الأمة اتفقت على أنه شرك ولكنهم لم يجعلوه كفرا، بل سموه الشرك الأصغر الذي هو الرياء. ومعنى الشرك الأصغر هو العمل ليس اعتقاد إله آخر، وإنما هو العمل لغير الله، يعني أن يعمل لله ويشرك مع الله غيره، هذا هو الشرك الأصغر. فإن قلت لما خالف المصنف في تقريره، ولماذا سمي بالشرك الأصغر؟ لأنه لا يخرج من الملة، الأكبر يخرج، أما هذا لا يخرج. فإن قلت لما خالف المصنف في تقريره، لكن لازم تفهم، هو الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، ولكن لا، ولكن يحبط العمل. يعني إذا صليت لترائي الناس أو زكيت أو قاتلت أو علمت العلم أو قرأت القرآن، هل تعرف الحديث الذي هو أول ثلاثة يدخلون النار أو تسعر بهم النار؟ عالم ورجل غني أو كريم ورجل مقاتل في سبيل الله، يعني مش أول ثلاثة المجوس واليهود، لا، هؤلاء. ليه؟ لأنه يقول الذي قتل في سبيل الله قاتلت لتكون كلمة الله هي العليا، يقول له كذبت، إنما قاتلت ليقال هو شجاع وقد قيل، والثاني يقول أنفقت ليقال هو كريم وقد قيل، والثالث يقال له علمت ليقال هو عالم وقد قيل. إذن فالشرك الأصغر خطير وصعب ويحبط العمل، يعني لا ثواب لك على العمل،
إذن فلا نستهين به، لا نقول إنه شرك أصغر يعني شيء بسيط، لا، أمره إيه صعب، يحبط العمل ولكن لا يخرج من الملة. فإن قلت لما خالف المصنف في تقديمه السادس على الخامس والقياس والترتيب الطبيعي تقديم الخامس على السادس، قلت إنما جعل ذلك لأنه لما ذكر الأقسام الأربعة الأول التي فيها الكفر بإجماع قابلها بالسادس الذي فيه المعصية من غير الكفر بإجماع، ولما كان الخامس فيه تفصيل أخره لذلك والله أعلم. يعني ذكر ما يقتضي الكفر ثم قابله بما يقتضي المعصية ثم ذكر أو أخر ما فيه تفصيل، وهذا هو الترتيب الحسن. يعني أهل العلم دائما يذكرون الأمور المجتمعة ثم ما يقابلها ثم يؤخرون الذي يحتاج إلى بيان وتفصيل. فإن قلت هل يكون العمل رياء إذا أخلصه العبد لله تعالى وقصد من ذلك غرضا دنيويا يستعين به على طاعة الله تعالى؟ يعني واحد، في بعض الناس يشتبه عليهم أمر الإخلاص في العمل. يعني ما معنى الإخلاص؟ بعض الناس مثلا يعبد الله تعالى وينوي بعبادته طاعة أو امتثال الأمر، ولكنه ينوي أن يكون بهذه العبادة من أهل الجنة، أو ينوي أن الله يحشره يوم القيامة مع النبيين والصديقين، يعني له غرض آخر غير امتثال الأمر، وهو إيه؟ تحصيل الثواب، أو أنه إيه؟ يعبد الله تعالى لأن الله أمره بالعبادة، وفي نفس الوقت حتى لا يدخل النار خوفا من العقاب. يبقى إذن له غرض آخر، وهو إيه؟ النجاة من النار. بل إن البعض يضم إلى ذلك أغراض دنيوية، لكن هذه الأغراض ليستعين بها على طاعة الله. يعني يصلي الصبح في جماعة وينوي امتثال أمر الله، وينوي أن الله تعالى يعطيه الصحة أو يرزقه مالا كثيرا أو يتزوج زوجة صالحة، يعني له مطالب وله أغراض. فهل هذه الأغراض وهذه المطالب تنافي الإخلاص؟ لا. ما هو الذي ينافي الإخلاص؟ أن يعمل لغير الله، لكن إذا عمل لله وقصد مع العمل لله عطاء أو ثوابا من الله، أو أن الله يرزقه في الدنيا أو ينجيه في الآخرة، لأن هذا الذي قصده من الله ولم يقصده من غيره. يعني إذا قصد أن الله يرزقه، بخلاف ما إذا قصد أن يراه فلان فيعطيه، هذا هو الرياء، وهذا هو المنافي للإخلاص. يبقى فهمنا الآن، إذا عبد الله تعالى وقصد مع العبادة الثواب هذا لا ينافي، أو قصد ليس الثواب في الآخرة ولكن قصد الإكرام والتوسعة في الدنيا والصحة ومحبة الناس إلى كل هذا من الله، لا يريد شيئا من غيره، أريد أن الله يحبب فيه العباد ويرزقه ويعطيه، ويريد في الآخرة أن يكون في الجنة في أعلى المنازل، هذا لا ينافي ليه؟ ها؟ إلا أن الإخلاص درجات. أعلى حاجة في الإخلاص أن لا يقصد إلا الله وحده، لا يقصد لا ثواب ولا هذا أعلى شيء. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يعني هو يعبد الله تعالى امتثالا للأمر،
لا ينظر إلى الثواب ولا يخاف من العقاب، كل ما في الأمر يعبد الله تعالى، لأن الله تعالى أمر بذلك وهو يستحق العبادة. حتى لو لم يجعل الله تعالى على العبادة ثواب سيعبد. والبعض يقول، يعني في البعض أعلى من ذلك، يعني في البعض يقول والله لو لم يكن هناك ثواب ولا جنة ولا حور عين أنا لا أترك العبادة، لأنني أعبد الله لأنه يستحق العبادة لوجهه الكريم. والبعض يقول حتى لو أدخلني النار لا أترك العبادة، لأنه تعالى يستحق العبادة وأنا لا أعبد الله تعالى لا طمعا في الجنة ولا خوفا. هذه درجة، يبقى في درجة أعلى، في درجة وسطى، وفي درجة دنيا. فالإخلاص له ثلاث درجات. إذن فهذا لا ينافي الإخلاص، ولكنه في درجة أقل. مفهوم؟ الذي ينافي الإخلاص أن تعمل لغير الله، أما العمل لله مع قصد نيل كرامة أو سعادة في الدنيا هذا لا ينافي الإخلاص، ولكن دون الدرج، دون الكمال، يعني في درجة أقل. أما الدرجة الأعلى أنه لا يريد إلا الله، وهذا هو شأن الكمل. الدرجة الثانية أنه يريد الله، هم كم درجة؟ ثلاثة. الدرجة الأولى أنه يريد الله فقط، الثانية يريد الله والثواب في الآخرة، الثالثة يريد الله والثواب في الآخرة ويريد الإكرام في الدنيا. هذا لا ينافي الإخلاص، ولكنه في أقل. ما الذي ينافي الإخلاص؟ أن تعمل لغير الله، يعني أن تعمل من أجل الدنيا أو من أجل المال وهكذا. يلا. فإن قلت هل يكون العمل رياء إذا أخلصه العبد لله تعالى وقصد من ذلك غرضا دنيويا يستعين به على طاعة الله تعالى؟ فهمتم السؤال، هل يكون العمل رياء إذا أخلصه العبد لله وقصد مع أو قصد من ذلك غرضا دنيويا يستعين به على طاعة الله؟ الجواب لا، لا يكون ذلك رياء. فالجواب لا يكون ذلك رياء، وعلى هذا يحمل ما ورد في بعض الطاعات أنها سبب للتوسع في الرزق. يعني يحمل على هذا المعنى ما ورد في بعض الآثار والسنن أنه في طاعات توسع الرزق، يعني مثلا من حديثه من يقول بين الفجر والصبح، يعني بين صلاة السنة والفريضة، يقول سبحان الله، سبحان من يجير ولا يجار عليه، سبحان من يبرأ من الحول والقوة إليه، سبحانه من التسبيح منه منة على من اعتمد عليه، سبحان من سبح كل شيء بحمده، سبحانك لا إله إلا أنت يا من يسبح له الجميع، تداركني بعفوك فإني جزوع، تداركني بعفوك فإني جزوع، ثم استغفر الله مئة فإنه لا يأتي عليه أربعون يوما إلا وأتته الدنيا بحذافيرها. مجرب صح من حزب البحر سيدنا أحمد زروق. الشيخ أحمد زروق ذكر ذلك في شرح أنه حزب البحر اللي يحافظ على هذا الورد ويستغفر الله مئة مرة بعد أربعين يوما تفتح عليه الأرزاق، قالوا هذا مجرب. وأيضا هناك فوائد أخرى مجربة أخذناها من الشيوخ، يعني البعض كان يقول لنا بين ركعتي السنة والفريضة تقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله مئة مرة. أيضا إذا واظبت على هذا تفتح لك
الأرزاق وتقضى لك الحاجات. والسعيد من وفقه الله. ولكن في بعض الناس هذه هي الآفة أو هذه هي المصيبة، أن يفعل ذلك ويستمر عليه 40 يوما ولا يحدث المراد فيترك. هذا هو الإشكال، أن الله تعالى يختبر عباده وليس لعباده أن يختبروه. يعني من الذي يختبر الآخر؟ العبد يختبر الرب ولا الرب يختبر العبد؟ فممكن ربنا من باب الابتلاء يختبرك، يعني لا يعطيك هذا حتى يرى هل تستمر على العبادة أو تترك. ففي كثير من الناس بمجرد 40 يوما باليوم، فإذا لم يحدث في اليوم 41 حتى يترك الصلاة نفسها. هذه هي مصيبة وآفة كبيرة. في يحكى أن بعض الصالحين كان قرأ قول الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم أن كلام الله حق، لكن قال يعني أنه يريد أن يتأكد أو يعني يجرب ذلك. فمر في الصحراء فوجد مغارة ليس فيها أحد، فدخل فيها وأغلق على نفسه بحجارة وظل في المغارة 3 أيام حتى أشرف على الهلاك، وهو يريد أن يجلس في مكان مظلم منقطع بعيد عن الناس ليقول كيف يصل رزقه إليه في هذا المكان. ويريد أن، وهو يعلم أن قول الله تعالى حق، لكن أراد أن يجرب. فمر يوم والثاني والثالث حتى أشرف على الموت، ولكن لأن الله تعالى جعل له رزقا، يعني ممكن يكون انتهى رزقه فيموت جوعا، والله قدر ذلك، وهذا لا ينافي قوله تعالى إلا على الله رزقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، وهذا قد استكمل رزقه ومات لم ينقص شيء، فهذا لا يعارض، ولكن له إيه؟ رزق باقٍ، فكيف يصل إليه؟ فجماعة يمرون في الطريق ومعهم أغنام غنم، فتمطر عليهم السماء، فيبحثون عن مكان يحتموا فيه من المطر، فينظروا فيجدوا هذه المغارة، فيدخلون فيها فجأة، فيرون هذا الرجل قد يبس لسانه وأصبح لا يستطيع الحركة من شدة الجوع وكاد، أو من شدة العطش وكاد أن يموت، فألقوا عليه السلام فلم يرد، عنده إعياء لا يستطيع الرد، فحلبوا الشاه معهم حليب لبن، وقدموا له الشراب فلم يشرب، يعني رفض أن يمد هذا، فقال أحدهم لعله أصابه الإعياء، فقاموا بفتح فمه، فتحوا فمه وسكبوا فيه اللبن بالقوة، فضحك وقال: الآن علمت أن رزقي سيأتيني لا محالة. أخذه بالقوة فسألهم أو سألوه ما الخبر، قال حكى لهم القصة، فقالوا له: أنت مسكين، إن الله تعالى يختبر عباده وليس لعباده أن يختبروا، كنت أن تهلك بسبب جرأتك على الله سبحانه وتعالى. إذن يطمئن الإنسان إلى ما وعد الله تعالى به، فالتسبيح الاستغفار، يعني مثلا في قوله تعالى في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم
ويمددكم بأموال وبنين. البعض قال الاستغفار، كثرة الاستغفار سبب فيه في زيادة الرزق، وكذلك المحافظة على الصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقال تعالى أيضا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة. يبقى إذن كل هذا يأتي، ولكن يأتي تبعا، فلا يكن القصد الأول من ذلك أن تنال الرزق والصحة والعافية والإكرام، ولكن ليكن القصد امتثال أمر الله. فإن جاءت هذه الخيرات وستأتي إن شاء الله فالحمد لله، هذا خير وهذا فضل. وإن لم تأتي فهذه ابتلاء، فهذا ابتلاء، فيجب هنا الصبر، وهناك يجب الشكر. والله تعالى بين أن حال المؤمن بين أمرين، بين الصبر وبين الشكر. إن أصابته نعماء شكر، وإن أصابته ضراء صبر. ولنبلونكم بشيء. فالمؤمن ليس في حال نعماء وسراء بصفة دائمة، وليس في حال كرب وضيق بصفة دائمة. يبقى عليه أن يمتثل أمر الله، فإن أعطاه الله تعالى هذا خير، وإن لم يعطه الله تعالى فهذا خير له أيضا، لأنه إن شكر سيأخذ الثواب، وإن صبر سيأخذ الثواب. ولذلك سئل إبراهيم بن أدم وكان من كبار الصوفية، سألوه ما حال الناس عندكم، فقال أتسأل عندنا؟ قال نعم. قال أنتم حال الناس في بلادكم؟ قال حالنا إذا أعطينا، يعني إذا أكرمنا الله تعالى، إذا أعطينا شكرنا، وإذا منعنا صبرنا. يعني بيقول له الناس عندكم ماذا يصنعون؟ قال الله تعالى إذا أعطاهم وأنعم عليهم يشكرون، وإذا ابتلاهم وضيق عليهم يصبرون. إذا أعطينا شكرنا، وإذا منعنا صبرنا. فلما سمعه إبراهيم بن أدهم قال هذا حال الكلاب عندنا في بلخ. قال طيب كيف هذا؟ قال هذا الكلاب عندنا كذلك، إذا أعطيت للكلب شيء يفرح ويهتز كده، وإذا منعته يصبر. ماذا يصبر؟ قال فما حال الناس عندكم يا إبراهيم في بلخ؟ قال إذا أعطينا، إذا منعنا شكرنا، وإذا أعطينا آثرنا. يعني إذا منعنا شكرنا على هذا المنع، وإذا أعطانا الله تعالى آثرنا غيرنا. هذا هو حال أهل الكمال. حتى أن واحد سأله بيقول ما هو نصاب الزكاة؟ الزكاة. قال أتسأل في مذهبنا عند الصوفية ولا عند الفقهاء؟ قال له عند الفقهاء. قال معروف يعني نصاب الزكاة 2.5 ربع العشر، 2.5%. أما عندنا المال كله، العبد وما ملكت يداه لسيده. شوف التصوف رقي وكمال. الله. قال المصنف رحمه الله تعالى وقد يحمل ذلك على التوسعة المعنوية بخلق القناعة في القلب والزهد والغنى للمولى تبارك. يعني الواحد لا يكذب الأحاديث أو لا يكذب الآثار المجربة. واحد يقول لك والله أنا قلت سبحان من يجير ولا يجار، سبحان من يبرأ، حافظت على ذلك 40 سنة، مش 40 ولم يحدث شيء. فالمصنف بيقول يحمل، قد يحمل ذلك على التوسعة المعنوية مش التوسعة الحسية. يعني الله تعالى يخلق لك قناعة في القلب فترضى بالقليل، وأن تكون زاهدا وتستغني بمولاك عن كل ما سواه، وهذا هو الغنى الأكبر.
يعني إذا أعطاك الله القناعة فالقناعة كنز. يبقى إذن حصل الذي في الذي هو مجرب أو لا حصل، ولكن حصل بطريقة معنوية وليس بطريقة حسية. قد يحصل لبعض الناس بطريق حسي وللبعض الآخر بطريق معنوي، فعليك أن تكون مصدقا. يعني بدليل إيه؟ بدليل الحديث الشريف: لا يقل أحدكم دعوت فلم يستجب لي. إياك أن تقول هذا، يعني هذا مخالف للعقيدة. لا تقل دعوت فلم يستجب لي. ليه؟ لأنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل دعوة مستجابة، ولكن الإجابة تختلف. وقال ربكم ادعوني أستجب. يبقى إذن الله وعد، ووعد الله لا يتخلف. طب أنت طلبت أن يعطيك الله ولد، يعطيك زوجة، يعطيك كذا، فكيف الإجابة؟ إما أن يعطيك الله، لها ثلاث صور: إما أن يعطيك، طلبت زوجة فيعطيك الزوج وخلاص، يبقى هذه صورة، أو أن الله تعالى يصرف عنك مصيبة أو بلاء أو مرض أو يعني شيء صعب بسبب هذا الدعاء، فيكون قد أجاب أو لا أجاب. طيب الأمر الثالث: أن الله لا يعطيك الزوجة ولا يصرف عنك البلاء، بل يدخر لك ذلك في الآخرة، وهذه إجابة أيضا. إذن لا يقول أحد دعوت الله فلم يستجب لي، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. هذا هو فقط الدعاء الذي لا يستجاب. إذا كان الله تعالى قد استجاب دعاء إبليس، قال رب أنظرني إلى يوم، قال إنك من المنظرين إلى يوم يبعثون، فهل إبليس أحسن منك عند الله؟ لا. فلا تستكثر الدعاء على الله، لكن تكن مؤدب، بمعنى أنك ترضى بإيه؟ بحكمته في المنع. يعني ابن عطاء الله يقول: ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. يبقى أنت ترضى، ولكن قلت لك الإجابة تختلف. إما أن يستجاب لك بأن تأخذ ما تريد في الحال، وإما أن يصرف الله عنك. يعني مثلا واحد يقول: يا رب اعطيني مليون جنيه. ممكن ربنا يعطيه مش مليون، يعطيه 5، ولكن يصاب بمرض يحتاج إلى 20 مليون ولا يشفى. طب أيهما أفضل؟ أن يذهب الله عنه المرض ولا يعطيه المال؟ ما فائدة المال مع وجود المرض؟ لا شيء. تنظر إليه فتتحسر، لا قيمة له، لا قيمة له. يعني كأنك تمشي في صحراء وقد انقطع البنزين من السيارة فتوقفت، فجاءك واحد وأعطاك 100 مليون، ما قيمته؟ أنت تريد بنزين. أو أنك في عطش شديد تريد شربة ماء، فأعطاك رجل 1000 جنيه، ماذا تفعل؟ لو وضعتها في فمك تموت. أنت تريد الماء. ذاك هارون الرشيد كان ثريا وكان غنيا غناء فاحشا، يملك الدنيا كلها، فأتاه رجل من الوعاظ، من أهل الوعظ والصلاح، فأعطاه الماء ليشرب فشرب، وقال له: توقف، لو منع عنك هذا الماء وخيرت بينه وبين نصف الملك، يعني إما تأخذ نصف الماء أو تترك الملك، نصف الملك، ماذا تختار؟ لو أنه تمسك بالملك سيموت عطشا، قال: أختار نصف الماء. قال له: اشرب. فلما شرب قال له: لو حبس في بطنك ولم ينزل وخيرت
لأن الماء لو حبس ولم يتصرف يتسمم الإنسان فيموت. فلو حبس في أمعائك وخيرت بين تصريفه وبين النصف الآخر من الملك، قال أختار أن يصرف عني الأذى وأتنازل عن النصف الثاني، قال فاتق الله في ملك لا يساوي شربة ماء وبولتها، يعني الملك كل هذا لا يساوي شربة ماء. هذا بس لمن يفهم، الذي لا يفهم مهما تقول له أريد الملك فقط. وهذا هو الغنى الأكبر والتوسعة الحقيقية. قال المصنف رحمه الله: أكل الفهم نعمة، الذي يفهم نعمة، اللي ما يفهمش ده يعني إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. مرة كان رجل إنسان بخيل، يعني عنده بخل، وبعدين الرجل هذا البخيل يريد الماء من رجل آخر، والرجل عنده خبز يابس، هذا معه الماء وهذا معه الخبز، يقول له اعطيني الماء، فلم يرضى فأكل معه الخبز. فلما أكل الخبز اليابس ده أحدث له العطش، ويعني رجل عنده شدة البخل، يعني لا يريد أن يدفع شيئا، واحد آخر معه الخبز والثاني معه الماء، طب اعطيني ماء، رفض، لم يرضى ان يعطيه الماء. طب اراد منه الخبز وليس معه ماء، فقال له لا اعطيك الا بان تدفع دراهم من اجل الخبز، فاعطاه درهمين مثلا واشترى الخبز. فلما اكل اصابه العطش فقال هات الماء، قال رد الدرهمين، فردها فأصبح إن شرب الماء مجانا. الله، فالفهم جميل، فهم النعمة جميل. قال المصنف رحمه الله: وحكم الخامس التوصيل. وحكم الخامس يعني بالخامس شرك الأسباب العادية. يعني الخامس ده فيه تفصيل، يعني هي معنى شرك الأسباب، كيف نجعل السبب شريكا لله. احنا فهمنا ان الشرك هو إدخال الغير مع الله، لكن هذا سبب وهذا مسبب. فإذا جعلنا السبب هو الذي أثر في وجود المسبب، يبقى معنى كده جعلنا السبب مشاركا لله في التأثير. فالمؤثر أو فالتأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا، فالله تعالى هو المؤثر. فإن جعلت تأثيرا للأشياء، يعني للماء مثلا، يعني الله تعالى خلق الماء وخلق عند شربه الري، إذن الماء لم يحدث الري، ولكن الله ربط، جعل الماء سبب لأن يرتوي الإنسان عند الشرب، وجعل الطعام سبب ليشبع الإنسان، وجعل النار سبب للإحراق، وجعل السكين سبب. إذن فالأسباب إنما هو ربط عادي بين السبب والمسبب. أما الذي يحدث القطع ليس السكين، الذي يحدث الري ليس الماء، الذي دلت عليه العادة هو الربط بين أمرين، بين الماء والري، وبين الطعام والشبع، وبين النار والإحراق. لكن من الذي أحدث ذلك؟ لا دخل للعادة بذلك، العادة دلت على الربط، كما قلت لكم أنت وضعت يدك على المفتاح فأضاء المصباح،
هذا دلت العادة على أن هناك ربط بين ضغطك على المفتاح وبين الإيه؟ إشعال الضوء، هذا في ربط. لكن هل المفتاح هو الذي أشعل المصباح؟ لا. يبقى إذن ليس هو المؤثر، إنما في ربط بينهما، وهذا ربط عادي. زي ما قلت لك أنت تطرق الباب فالباب يفتح، هل الباب هو الذي فتح نفسه؟ إذن هناك سبب، الطرق سبب للفتح، لكن الذي فتح ليس هو الطرق وإنما هناك فاتح، والذي أضاء ليس هو المفتاح وإنما التيار، الذي قطع ليس هو السكين ولكن الله خلق القطع عندها، يعني أجر الله العادة بأن السكين إذا وضعت تذبح، والماء إذا شرب يروي، والطعام يشبع، وهكذا. فهذه أسباب، وهناك ربط بين الأسباب والمسببات، إلا أننا لا نعتقد لها تأثيرا. ليه؟ لأن اعتقاد التأثير للأسباب ينفي وجود الصانع، فتجعل كأن الطبيعة كذا بنفسها هي التي تفعل، وليس هناك إيه مسبب، مفهوم؟ وهذا هو إيه شرك مين الفلاسفة. التفصيل أي التقسيم، فمن قال أي اعتقد بالأسباب العادية المتقدم للكره إنها أي الأسباب العادية تؤثر بطبعها يعني بذاتها، يعني في بعض الناس يقول لك الماء ده في ذاته أو في طبعه يروي، هذا معنى إيه؟ إنكار لوجود الله، لأنه جعلت الماء نفسه مؤثر، ده الماء مخلوق، الماء سبب، الماء سبب، ها؟ تؤثر بطبعها يعني بذاتها وحقيقتها كما ذهب إليه الفلاسفة. يبقى الماء لا يروي بطبعه، ولكن الله جعله سبب في الإرواء، هذه العقيدة الصحيحة، جعله سبب في الإرواء، والطعام سبب في الشبع، وهكذا. كما ذهب إليه الفلاسفة والطبعيون ومن في معناه، يعني من يقول بهذا يعني من جهلة المؤمنين، يعتقدون أن الأشياء هي المؤثرة، وإحنا قلنا الأشياء ذي أسباب وهناك مسببات، والله جعل هناك ربط، في ربط اسمه ربط عقلي لا يتخلف، وفي ربط عادي. الربط، الفرق بين الربط العادي والربط العقلي أن الربط العقلي لا يمكن أن يتخلف، أما الذي يجوز تخلفه هو الربط العادي، فعلينا أن نفرق بين الربط العادي والربط العقلي. إذا لم نفرق بينهما يبقى لا نعرف الفرق بين المستحيل العادي والمستحيل العقلي، وهذا يؤدي إلى إنكار الكرامات وإنكار المعجزات، لأنك إذا جعلت الربط عقليا لا يجوز تخلفه، يعني تجعل الربط بين النار والإحراق ربط عقلي، بمعنى أنه كلما وجدت النار وجد الإحراق، هذا يجعلك تنكر معجزة سيدنا إبراهيم عندما ألقي في النار فلم يحترق. فنقول إن الربط بين الإحراق وبين النار ربط عادي. ما معنى عادي؟ يعني يمكن تخلفه ولو مرة واحدة، فلو جعلناه عقليا يعني معناها لا يمكن إيه؟ ها؟ لا يمكن التخلف. وكل ربط بين سبب ومسبب إنما هو ربط عادي، لا يوجد ربط عقلي بين الأسباب والإيه والمسببات. لو قلنا به هذا معناه إنكار المعجزات وإنكار الكرامات، لأنها خوارق العادات، خوارق العادات. فهناك عادة أجراها الله، وهناك خرق لها يفعله الله تعالى على يد من يشاء من عباده، خرق العادات. مش عارفين احنا انه المعجزة ايه امرنا خارق للعادة، والكرامة كذلك، الا انها تظهر على يد ولي.
فمن قال بالأسباب العادية إنها تؤثر بطبعها فقد حكي ابن إيهاب وغيره في الإرشاد الإجماع أي الاتفاق على كفره وعدم إيمانه. ابن ذهاق ده طبعا ده من علماء الكلام، ولكنه كان أديبا وحافظا وشرح كتاب الإرشاد للإمام الجويني، وله كتاب التكملة لكتاب الصلة اسمه إبراهيم بن يوسف بن محمد بن ذهاق الأوسي، يعرف بابن المرأة، يبدو في مسجد هناك ناحية الغورية كده في الخلف، في مسجد اسمه مسجد ابن المرأة، يمكن يكون هو مدفون في هذا المكان والله أعلم. نعم. أنت تعرف بوابة المتولي؟ تعرف الأزهر الشريف؟ بعد أن تمشي في كوبري كده في شارع كده كله ملابس وكذا اسمه الغورية، اللي في مسجد في أوله مسجد غوري، تمشي فيه إلى آخره فتجد بوابة كبيرة زي باب النصر كده، هذه البوابة عليها كده مشنقة شنق عليها طمام باي. بعد البوابة تمشي يمين كده تصل إلى إيه؟ إلى باب الخلق، هناك قبلها في مسجد على الشمال عند مديرية الأمن في الناحية الخلفية اسمه مسجد ابن المرأة، الله أعلم قد يكون هو. ومن قال أن يعتقد أنها لا تؤثر بطبعها وحقيقتها بل تؤثر بقوة أو خاصية كهجر المغناطيس مثلا، يعني في البعض هناك رأيان وكلاهما باطل، يعني في من يقول إنه الأشياء الماء أو الطعام يروي بذاته بطبعه، وفيه الذي يقول لا بخاصية أو بقوة أودعها الله زي إيه؟ حجر المغناطيس. لماذا يجذب الأشياء إليه؟ في قوة في خاصية، فالبعض يقول هناك في الأشياء خاصية، هذا أيضا مبتدع. ليه؟ نقولنا أن الله تعالى يخلق الشبع عندما يأكل الإنسان ويخلق الري وهكذا، ولا تأثير للإيه؟ للسبب، بمعنى أن الله تعالى يمكن أن يخلق الشبع من غير طعام أو الري من غير الماء، وكذلك ممكن أن يوجد الماء والطعام ولا يرتوي الإنسان ولا يشبع، وممكن توجد السكين ولا يقطع وهكذا. أودعها يعني جعلها ووضعها الله تبارك وتعالى فيها، يعني في هذه الأسباب العادية المقارنة والمصاحبة بعضها في بعض. وإن زعم يعني جعل الله مثلا، شوف هذا يؤثر في هذا وهذا كل شيء يؤثر في الآخر، يعني هذا مؤثر والآخر أثر والعكس، يعني مثلا الماء يروي تمام كده، السحاب ينزل الماء، يعني في أثر للماء والماء نفسه مؤثر وأثر، يعني يؤثر بعضها في بعض. وإن نزعها منها لم تؤثر، يعني فيها قوة أو فيها خاصية، وهذا كلام مين؟ كلام المعتزلة، أن الأشياء تؤثر بخاصية أو بقوة مودعة، وهذا أيضا باطل، ولكن لم يكفروا به. فهو أي المعتقد أنها تؤثر بقوة فاسق، يعني هذه العقيدة فسق. عندنا عقيدتين كفر، اللي هو التأثير بالطبع والتأثير بالعلة. يعني أنا ألخص لك في الآخر مذاهب العلماء في تأثير الأسباب في المسببات، كان خمسة بالتفصيل كده. الأول اللي هو مذهب الفلاسفة، اللي هو المذهبين هم مش مذهب واحد، اللي هو العلة والطبيعة، ومن يقول بالطبع شيخ الدردير أو بالعلة فذاك كفر، الاثنين دول كفر. ما هو المذهب الثالث؟ مذهب المعتزلة.
طب ما هو مذهب أهل السنة اللي هو مذهب الحق؟ أن الربط بين السبب والمسبب ربط عادي يمكن أن يتخلف، والمؤثر هو الله تعالى، وهذا معناه وحدانية الأفعال، الفاعل وحده هو الله. يبقى كده أربعة، فين الخامس؟ الخامس هو تفصيل في الرابع. نقولنا مذهب أهل الحق الناجون أنهم يعتقدون أن هناك ربط بين الأسباب والمسببات، ولكنه ربط عادي قد يتخلف، فمن يعتقد ذلك أن المؤثر هو الله وحده فهذا ناجي، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. إلا أن هناك فريق من الناس يجعلون هناك ربط بين السبب والمسبب ولكنه ربط عقلي، هذا هو الخامس، وهذا الذي يعتقد بهذا جاهل، لا نكفره لأنه لا يفهم، لو فهم يبقى هذا القسم الخامس الجاهل. وكثير من الناس مثلا المثقفين اللي عندهم طب وهندسة يعتقدون هذا، يعتقدون أن الربط عقلي، فينفي الإيه الكرامات وينفي، هذا جاهل. والعلمانيين هذا ممكن نسميه المذهب الخامس، ده مذهب العلمانيين. يبقى عندنا كم مذهب دلوقتي؟ اثنين، واحد للفلاسفة واحد للطبائعيين، واحد للمعتزلة، ها ثلاثة، والرابع لمين؟ لأهل السنة والجماعة، والخامس للجهلة والعلمانيين والمغفلين. فهمتوا إيه الفرق بين الرابع والخامس؟ أنهم يعتقدون أن هناك ربط بين السبب والمسبب. مذهب أهل السنة يقول ربط عادي يجوز أن يتخلف، وهؤلاء يقولون لا يجوز تخلفه. هذا هو الفرق بيننا وبينه. يلا. فاسق أي عاصي خارج عن الحق والطاعة. يبقى المذاهب في هذه المسألة كم مذهب؟ خمسة، ها الفلاسفة، الطبائعين، المعتزلة، أهل السنة، الجهلة. مذهب الجهلة. مبتدع أي أحدث في الدين ما ليس فيه، لم اختلف في تفسيره وتقديره، وإنما الخلاف في تكثيره وعدم إيمانه. وذلك هنا بيقول والحاصل في الآخر، ذا الخلاصة، الحاصل أن الناس في اعتقادهم هذه الأسباب على كام؟ أربعة، احنا قلنا خمسة، ما فيش خلاف بينه وبينه، هو أجمل ما هم الأربعة. منهم من يعتقد أنها تؤثر بطبعها وحقيقتها، ومنهم من يعتقد أنها لا تؤثر بطبعها ولا بحبل لقوة. يعني هو عمل إيه هنا؟ جمع الفلاسفة في مذهب واحد، وهم إيه؟ مذهبان، بالطبع وبالعلة، هذا مذهب وهذا مذهب. طب في سؤال، ما الفرق بين المذهبين؟ احنا فرقنا بين اللي هو الربط العادي والربط العقلي، ما الفرق بين الذي يقول بتأثير العلة والذي يقول بتأثير الطبيعة؟ الذي يقول بتأثير العلة، تأثير العلة لا يتوقف على شرط ولا على انتفاء مانع، أما تأثير الطبيعة يتوقف على شرط وانتفاء مانع، هذا هو الفرق. فعشان كده قلنا هما مذهبان وليس مذهب واحد. تاني، تأثير العلة لا يتوقف على شرط ولا انتفاء مانع، أما الطبيعة يعني مثلا النار تؤثر بطبيعتها، يبقى يتوقف على إيه؟ على شرط، يعني هو إيه؟ المماسة، النار تمس الكبريت هنا وما فيش مماسة لا يحدث الإحراق، لأنه في شرط، شرط الإحراق المماسة وهي لم توجد، وانتفاء مانع. شوف احرق كده البتاع ده، احرق مش هتحترق، ليه؟ لوجود المانع وهو ايه؟ البلل. لو وضعتها في النار وهي مبلولة لا تحترق، ليه؟ لأن هناك مانع. طب وإذا أشعلت النار وهي في الشارع هناك ما فيش مماسة، هذا ليه؟ للطبيعة. أما العلة لا، العلة لا تتوقف على شرط ولا انتفاء مانع. يبقى يلا. ومنه وقد تقدم الكلام عليهما أو لقوة، يبقى كده ذكر كام؟ الفلاسفة والطبيعين مع بعض في مذهب واحد، والقوة الخاصية أو القوة المودعة كده ثلاثة، بعدين ومنهم
ومنهم من يعتقد أنها لا تؤثر لا بطبعها ولا بقوتها وإنما يعتقد ملازمتنا لما قارنها. ماشي جميل. وأنه لا يصح فيها التخلف. هذا الجهل ده. أنه لا يصح. هذا هو مذهب الجاهل. يعتقد ملازمتها لما قارنها، يعني ملازمة الأسباب للمسببات مع عدم صحة التخلف، هذا هو الجاهل. فهذا الاعتقاد يؤول بصاحبه إلى الكفر، لأنه يؤدي إلى إنكار معجزة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإنكار ما أخبروا به من أحوال الموت والقبر والآخرة، لأن ذلك كله من باب خرق العوائد التي تتخلف فيه الأسباب العادية عما يقارنه. يلا. ومنهم من يعتقد أنها لا تؤثر بطبعها ولا بحقيقتها ولا بقوة أودعت فيها، وإنما المولى تبارك وتعالى أجرى العادة أن يخلق إحدى تلك الأسباب لا بها أو بها عادة، فهؤلاء المؤمنون حقا الناجون من هذه الدنيا والآخرة. هذا هو المذهب الحق. منهم من يعتقد أنها، يعني الأسباب، لا تؤثر. شوف كده شرك الأسباب أخره عشان التفصيل، شوف فيه تفصيل كثير. لا تؤثر بطبعها ولا بعلتها، حقيقتها عن علة أو ذاتها، ولا بالقوة المودعة، وإنما المولى تبارك وتعالى أجرى العادة أن يخلق عند تلك الأسباب لا بها. يعني احنا يقول لك الأشاعرة يقولون كده، الله تعالى يخلق الري عند وجود الماء لا به. بيه الفرق ده. ويجي هم الجماعة السلفية يمسكوا لك المصاحف أو يجيبوا القرآن، وهو الذي أنزل من فأحيا به، ولم يقل فأحيا عنده، مش كده. فأحيينا به الأرض بعد موتها. وحتة آيات كده، في آيات كده يقول لك دائما القرآن يقول لك به، مش كده؟ فأنزلنا به الماء، به فأنبتنا به جنات. ما فيش ولا آية تقول عنده. فيقول لك كده الأشاعرة ضد القرآن. القرآن بيقول عندها، بيقول بها، وهم يقولون هم يقولون عندها. طيب كيف ترد على هؤلاء الجهل أيضا؟ وشوف الشيخ بيقول لنا أجر الله العادة أن يخلق. شوف كده خليك معي، جبنا النار وجبنا الورقة، شوف كده، فأول ما حصلت المماسة اشتعلت الورقة، يعني احترقت. احترقت بالنار ولا عند وجود النار أو عند مماسة النار؟ احترقت بها ولا عندها؟ الظاهر كذا الذي نفهمه كل احترقت بها، لأنه لو يعني هو هنا الفرق دقيق دقيق جدا. يعني القرآن قال بها، وإحنا الأشاعر يقول لك عندها، ولا توجد معارضة، تمام؟ لأن كلمة لو قلنا بها مكان عندها، يبقى معناها الله تعالى محتاج في الفعل إلى آلة. يعني زي ما نقول قطعت بالسكين، مش عند السكين، بمعنى أنه لولا السكين لا يمكن القطع، لأن القطع يكون بها. إنما لما أقول عندها، حتى لو هي مش موجودة ممكن أقطع، لأنه العندية لا تقتضي إنه تكون آلة. يعني أقول لك والله أنا أكلت عند الشيخ، مش أكلت به. أكلت به هو معناه هو اللي دفع الثمن أو الحساء، يعني لولا هو ما كنتش أنا دخلت المطعم أو أكلت. إنما لما أقول عنده يبقى مش معناه هو اللي دفع. يبقى الفرق بين عندها وبين بها. طب السؤال، هل ينفع أقول الله تعالى يخلق الأسباب بها، يخلق المسببات بها؟ ينفع، بس ينفع عادة. وذلك بيقول لك أن يخلق الله عند تلك الأسباب لا بها أو بها عادة. فلو قلنا بها عادة يبقى بها وعندها بمعنى واحد. أنما إذا قلنا بها يعني آلة،
زي أقول مثلا قطعت بالمنشار، هنا آلة، لا أقول قطعت عنده، لأن أنا من الذي يخلق القطع؟ الله تعالى. فبالنسبة لي أنا أقول قطعت به خلاص كده. أما الله تعالى ليس محتاجا في فعله إلى أدوات، ولكنه جعلها أسباب. فإذا عندما أقول عندها يبقى هو نفس المعنى بتاع بها، بس عادة وليس آلة، فيكون المعنى واحد. إذا فالذي قاله الأشاعرة ليس مخالفا لكتاب الله، لأن القرآن عندما يقول بها أو عندما يقول به أي عادة، يبقى إذن هو نفس المعنى الذي هو إيه عندها. ولكن طبعا كلمة بها تحتمل معنيين، تحتمل أن يكون بها يعني آلة، وبها يعني سبب. فالأشاعر اختاروا المعنى الذي ليس فيه لبس، اللي هو إيه واضح ليس فيه إيه احتمال. فلفظ بها يحتمل، والقرآن حمال ذو وجوه. ولأجل هذا منع سيدنا علي أنه يناظر الخوارج بالقرآن، قال لأنه إيه حمال ذو وجوه، عليكم بالسنن والأذن. فإذا كان اللفظ القرآني في احتمال، فعلينا أن إيه نحدد المراد، فيمكن أن نستبدل لفظا بغير لفظ القرآن من أجل إزالة الإيه الاشتباه، ليس في هذا محظور. وقلت لك إذا قلت بها لا مانع من ذلك، بس بشرط أن يكون المراد بها عادة وليس أي وليس آلة. والله تعالى أعلم. وبهذا يكون قد الإيه انتهى الدرس، وانتهت الإيه المقدمة الثالثة، وبقي عندكم خمس مقدمات. أخبرنا الشيخ محمد بأنكم يعني في أيام تحتاجون فيها إلى التفرغ أو إلى المذاكرة، يعني حسب رغبتكم. إن أردتم الإكمال لا مانع عندي، أما المانع قد يكون عندكم، فعلى أي حال أنتم مخيرون، إما أن تتفرغوا للدراسة والمذاكرة ونعود إن شاء الله بعد أيام الامتحان إذا قضيت على خير إن شاء الله تعالى. لكن على أي حال ربما يكون هناك بعض طلبة محتاج إلى الوقت أو إلى التفرغ من أجل التحصيل، فالأفضل يعني هو أن نتوقف إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن هذا الكتاب فيه بركة وفيه فائدة، فيعني الذي نرجو أو نريد أن نتعاهد عليه هو إكماله، سواء عاجلا أو إيه أو آجلا، أن نكمل هذا الكتاب، لأن الله تعالى يحب إذا عملنا عملا أن نتمه أو أن نتقنه. يعني لا نترك الكتابة في النصف، لم نصل إلى النصف، لأنها هي ثمانية مقدمات، انتهينا من إيه من ثلاثة، فبقيت خمسة. فنريد فقط المعاهدة على الخير، أن نكمل هذا الكتاب في وقت أو بعد انتهاء أيام الامتحان، أو في الوقت الذي تحددونه إن شاء الله تعالى. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الكافرون وغفل عن ذكره. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عنك.
مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك وامتداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكري خلاص انتم في حل يعني شايفين تتفرغوا.